علمي ويا العمل ضاريني قتل الناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاكرين هنتكلم على ايه؟ احنا المره اللي فاتت اتفقنا هنتكلم على حاجه النهارده، مين فاكر معانا يقول لي كنا بنتكلم على ايه؟ ها، في انتظاركم يا جماعه. طب حد عنده سؤال الاول على الحاجات اللي فاتت؟ سؤال، كنت بقول هنتكلم على ايه النهارده؟ احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا هنتكلم على شويه حاجات النهارده، كان من ضمنها الانسولين المكستارد، صح كده؟ معايا يا جماعه؟ نبدا. هو مش هنتكلم عن الانسولين المكستارد، احنا هنتكلم على الانسولين الخليطي عموما. واحنا اشهر حاجه موجوده عندنا في مصر كان الانسولين المكستارد، ده الارخص والاشهر والاسهل في التعامل. فاكرين هو يعني ايه مكستارد اساسا؟ كلمه مكستارد يعني ايه؟ كلمه ميكس. طيب الاسهل، كلمه ميكس يعني ايه؟ الصوت واضح يا جماعه؟ كويس. كلمه ميكس معناها خليط. يعني ايه خليط؟ يعني مزيج، يعني حاجه من الاثنين. طيب يعني احنا هنتكلم على نوعين انسولين موجودين مع بعض مش نوع واحد. هي دي مشكله ولا دي حاجه حلوه ولا دي حاجه وحشه؟ طيب عشان نبدا نتكلم بس ونقول اذا كانت دي حاجه حلوه او حاجه وحشه، احنا عايزين نرجع خطوه لورا كده. هو البنكرياس الطبيعي بيشتغل ازاي؟ احنا قلناها المره اللي فاتت، نراجعها تاني بسرعه كده عشان ما نضيعش الوقت. البنكرياس الطبيعي بيطلع نوعين انسولين، بس النوعين مش ممزوجين مع بعض، مش خليط، مش ميكس ستارت، مش ميكس مع بعض. النوعين اللي بيطلعوا نوع بيطلع طول الوقت وبنسميه انسولين قاعدي، عشان بيطلع مع عشان ملوش وقت قمه، وعشان بيطلع ويغطي لي كميه الجلوكوز اللي طالعه من الليفر في الفتره بتاعت الصيام وبين وفي الفترات اللي انا مش باكل فيها. طيب او بعد فترات، بعد انتهاء فترات الاكل. والانسولين الثاني بيطلع امتى؟ بيطلع مع الاكل. ريز هاند واحد نيو. طب ثواني كده نشوف مين. استاذ عبد الله معاك يا استاذ عبد الله، لو عايز تسال الحاجه الاول، انسولين وقت الاكل او طول اليوم؟ كويس، ده الانسولين القاعدي. واللي اهم من كلمه من الكلام ده كله انه ملوش وقت زرجه او ملوش بيك. كويس، ده اللي اسمه الانسولين القاعدي. طيب والانسولين الثاني اللي هو بيطلع ساعه الاكل، ده اسمه بوست برانديال، او اللي هو بتاع الوجبات او الانسولين السريع، بيطلع مع الاكل وبينتهي. طيب احنا النهارده بقى هنتكلم على الميكستارد. النوعين اللي موجودين في الميكستارد نوعين ايه؟ النوع الاول اسمه انسولين مائي. يعني ايه انسولين مائي؟ هو اول ما اخترعوه كان اسمه بالنسبه لهم انسولين سريع، واول ما اكتشفوه، لكن بعد كده اكتشفوا فيه حاجات تانية اسرع منه في الوقت، في العمل وفي الانتهاء. المهم هو اسمه انسولين مائي او ريجولر انسولين العادي، واللي موجود في السوق بتاعنا اسمه اكت رابيد او المائي متوسط. لا المائي مش متوسط، ولا انت قصدك حضرتك المائي والمتوسط؟ ماشي، يبقى هو المائي والمتوسط. نبدا بالمائي الاول ونعرف بيشتغل ازاي عشان لما نيجي نتعامل معاه نبقى عارفين الامور ماشيه ازاي. الانسولين المائي بيبدا شغله بعد من نص ساعه الى ساعه، وخلينا في السيف سايد هنتكلم ان هو بيبدا شغله بعد نص ساعه. دي استفيد منها ايه؟ وانا هحاول ان الكلام بتاعنا النهارده كله يبقى كلام عملي، يعني نقول المعلومه نظري ونستفيد منها في طريقه تطبيقها عملي. الخطوة الأولى احنا قلنا إن هو ميكس، وبعد كده دخلنا في قصة إن احنا نعرف النوعين بيشتغلوا إزاي. قلنا الأول مائي، المائي ده بيبدأ عمله بعد نص ساعة، وقت الذروة أو البيك بتاعه من ساعتين لأربع ساعات، وبينتهي عمله من الجسم من خمسة لست ساعات. أحيانا بيستمر أكتر بس ما بيبقالوش أثر جامد أوي، لكن الأثر بتاعه كله أو الوقت اللي أنا بخاف منه في النقطتين بتوع البيك بتاعه اللي هو من ساعتين إلى أربع ساعات، وعشان كده لازم بقول نعمل تحاليل في التوقيت ده. طيب التاني بقى، احنا هنعتبر هنا إن المائي لو أنتم فاكرين المرة اللي فاتت كان من البدايل اللي احنا بنستعملها، وهو بديل غير صحيح لأنسولين الوجبات. وده نسبته في الأنسولين مكستارد اللي معانا 30%. طيب النوع التاني اللي موجود معانا اسمه أنسولين متوسط المفعول أو الـ NBH، وده بيبقى عبارة عن كريستالات مش مية، وموجود في السوق لوحده باسم انسولاتارد. الاثنين دمت احنا جبناهم وحطيناهم مع بعض بنسبه 30% مائي و70% ان بي اتش او متوسط مفعول. متوسط مفعول بيبدا شغله بعد ساعتين، والبيك بتاعه من 5 ل 8 ساعات، وبينتهي من الجسم تقريبا من 12 ل 14 ساعه، احيانا بيكمل 16 ساعه، بس الاثر بتاعه بعد ال 12 ساعه بيبقى ضعيف قوي وما بيكونش متاخد في الحسبان. طيب ايه تاني؟
لو في سؤال ولا حاجة أنا موجود معاكم، اللي عايز يسأل سؤال الأول في النقطة دي. تمام نكمل. طيب احنا هنبدأ بقى ناخد الأنسولين ده، هو أنا باخده ليه الأول؟ هو احنا بناخده بنديه للنوع الأول ولا للنوع التاني؟ هو النوع الأول مش هياخده، أنا مش هديه للنوع الأول، فخلينا في النوع التاني. كويس. النوع التاني بقى بيقول إيه؟ هنديهوله أمتى أو هنديهوله إزاي؟ النوع التاني أنا هديهوله في حالة إن البنكرياس خلاص فقد العمل بتاعه ومش قادر يشتغل. لا أنا مش بتكلم على المائي، أنا بتكلم على المستورد عموما. لا أنا بتكلم على المستورد عموما ماشي. فالمائي ممكن ياخده النوع الأول، ممكن ياخده النوع التاني، ممكن ياخده أي حد، بس إحنا إمتى ناخده، إمتى يكون صح وإمتى يكون غلط، وإمتى يكون بديل مظبوط وإمتى يكون بديل مش مظبوط. طيب خلينا نرجع تاني. فانا بقول المكستارد، انا ما بحبش ادي مكستارد من النوع الاول ابدا، والنوع الاول مقصود به الاطفال او اللي هو تم تشخيصه كنوع اول، والنوع الاول مختلف تماما عن النوع التاني. النوع التاني ده بيبقى في عنده مشكله في الانسولين اكشن، في طريقه عمل الانسولين، في زياده في مقاومه الجسم لعمل الانسولين. بعد فتره البنكرياس تعب جامد قوي قوي من الضغط اللي موجود عليه بسبب الكاربس كتيره اللي بناخدها، او من الادويه السكرتوجوج اللي هي الادويه اللي بتضغط عليه زي مجموعه السلفونيليوريا الاماريلو دايماكو والمجموعه ديت، دي بتدخلني في حاجه اسمها سكندري فيلير، او انها بتبوظ لي البنكرياس بتاعي مش بيطلع انسولين. وفي الحاله ديت انا اتحولت الى نوع تاني بس معتمد على الانسولين، مش بنتحول لنوع اول. احنا تقدر تقول ان احنا بنتحول كاعتماد على الانسولين زي النوع الاول، لكن مش بيبقى نوع اول. كويس نكمل الكلام. فانا دلوقتي هدي لحضرتك كنوع تاني وحصله سكندري فيلير ومش محبس خالص في النوع الاول، يعني اللي يتم تشخيصه كنوع اول مش هديهوله ومش هتابع معاه. واحنا عندنا في مصر الحمد لله التامين الصحي مغطي الانواع التانيه اللي بتساعد مع النوع الاول، يبقى ده مفروغ منه او موضوع منتهي. طيب انا اديته بقى لحضرتك كنوع تاني وحصله سكندري فيلير او حصله ان البنكرياس ما عادش بيطلع انسولين. طيب هديهولك ازاي؟ احنا اللي في قواعد صارمه وفي شويه حاجات كده معينه بالنسبه للانسولين ده. ده انسولين مش هقول غبي، انسولين غشيم، ما بيسمعش الكلام، ما عندوش استعداد ان هو يسمع كلامي او يديني حاجه في اسمها فليكسبيليتي او مرونه في الحياه. انا بديهولك بحاجه اسمها جرعات ثابته في مواعيد ثابته، يبقى في المقابل حضرتك هتاخده في المواعيد الثابته ديت. مش هينفع ان انا اجل ساعه ولا ساعتين او اقدم ساعه او ساعتين، مش هينفع حضرتك تفوت الجرعه بتاعتك لان تعمل لي مشكله. انا بتكلم قدر الامكان طبعا، لكن في حالات الطوارئ لنا كلام تاني. فحضرتك هتاخده بشكل معين بنظام معين، كميه الكارب اللي حضرتك هتاكلها ونوع الكارب اللي حضرتك هتاكله في كل وجبه لازم يكون ثابت معايا. هناخده كل 12 ساعه، لان احنا اتفقنا ان الان بي اتش او المتوسط اللي موجود معايا ده هينتهي في الجسم تقريبا خلال 12 ساعه، وبالتالي انا محتاج ان انا اخده في النظام بتاعي كل 12 ساعه. كده الامور واضحه، نراجعهم بسرعه تاني عشان لو حد لسه داخل جديد. احنا بنتكلم على حاجه اسمها انسولين خليط اسمه ميكستارد، ده اللي هو الاشهر اللي موجود في مصر. في عندنا انواع كتيره قوي تانية، في نوفو ميكس، وفي نوفو ميكس موجود منه 25 75 وفي 50 50، وفي هيمالوج ميكس، وفي عندي حاجات تانية، بس انا بتكلم هنا دلوقتي على الميكستارد كاشهر كاكزامبل او كمثال للانسولين الخليط. احنا اتكلمنا على النوعين الانسولين، النوعين الانسولين المفصلين اللي احنا حطيناهم مع بعض، واحد اسمه مائي والتاني اسمه متوسط مفعول. المائي زي الاكت رابيد او ريجولر انسولين ريجولر، وده قلنا بيمثل 30%، والانسولين التاني ان بي اتش او زي الانسولاتارد اللي موجود في السوق وده بيمثل 70%. حضرتك هتاخد منه جرعات ثابته، يبقى لازم اكل ثابت، والاكل ثابت معناها انا بتكلم على كميه الكارب اللي تهمني هنا. ليه؟ لان كميه الكارب هي دي الاساس، يعني هو ده اللي احنا بناخد عليه الانسولين. ولو انتم فاكرين من ضمن الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، انت حضرتك هتاكل كارب، ودلوقتي انا بتكلم عن النظام العادي مش بتكلم عن لو كارب، انا هتاكل كارب يبقى حضرتك هتحاسبني عليه في الانسولين. البروتين والدهون مش هيحاسب حضرتك عليها طالما هتاكل كميه كارب كبيره. لو عايزين نعمل فاين ادجستمنت او عايزين نعمل ضبط كويس قوي للسكر، فاحنا المفروض ان احنا نحاسبك على البروتين وعلى الدهون لو قللنا كميه الكارب لليفلز معينه. فخلينا نتكلم عن الناس العامه او الناس اللي هم عموم الناس او اكثر الناس بياكلوا ايه؟ بياكلوا كارب مفتوح او بياكلوا كميات كارب حتى لو محدوده ما توصلش الليفلز اللي انا حاسبك عليها، حاسبك على حضرتك عليها على البروتين وعلى الدهون. فخلينا نكمل. يبقى حضرتك هتثبت لي كميه الكارب كما ونوعا في الوجبه بتاعتك كل 12 ساعه. وطالما اتكلمنا على كل 12 ساعه يعني احنا بنتكلم على فطار وعشاء، والغدا هنسيب له كده جزء لوحده هنتكلم فيه كتير. بنرجع تاني، حضرتك هتاخد جرعات ثابته، جرعات الثابته تستلزم وتستوجب كميه ثابته من الكارب كما ونوعا.
هناخدها امتى؟ هناخدها في الفطار والعشاء. والفطار والعشاء دي كلمه مطاطه، كلمه مش صح. صح ان انا اقول كل 12 ساعه واثبت الفطار والعشاء بتوعي كل 12 ساعه، كويس كده. طيب الماء بتاعي بيبدا امتى؟ هيبدا بعد 30 دقيقه. يبقى المفروض لو انا هتكلم كلام عملي ان اقول لحضرتك هتحلل الصبح قبل الفطار، وبعد نص ساعه تاخد الوجبه بتاعتك، تاخد صوره الجرعه بتاعتك، ولا تاخد الوجبه اللي احنا اتفقنا عليها، لان احنا قلنا مثبتين الوجبه من البدايه. حضرتك هتاخد الوجبه كحاجه ثابته، كميه كارب كما ونوعا، وليس كل الوجبه بتاعت حضرتك. يعني احنا ممكن نتفق ان حضرتك هتاخد في الوجبه بتاعت الفطار بتاعتك ربع رغيف عيش، قطعه جبنه، حبايه بيض، معاهم حبايه خضروات. عايز تزود في الجبنه والبيض والخضروات هنزود، لكن مش هينفع ازود في الربع رغيف. يعني مش هينفع اخد نص رغيف واحنا متفقين على ربع. لو خدنا نص رغيف واحنا متفقين على ربع، يبقى انت حضرتك كده طلعت بره او خارج نطاق الكميه اللي متفق عليها من الكارب كما ونوعا. لكن ممكن ازود قطعه بيض، حبايه بيض، ممكن ازود حته جبنه، ممكن ازود قطعه خيار، حبايه طماطم، في المعقول. يبقى انا كده ما زودتش كميه الكارب بتاعتي، وبالتالي انا كده ممكن اشتغل عادي واخد الجرعه بتاعتي اللي احنا متفقين عليها. طيب ده العملي. طب قبل، لو هنتكلم عملي صح مظبوط 100%، قبل ما نتكلم في النقطه دي نتكلم على حاجه ثانيه. احنا بنقول ان ده انسولين ميكس. لو حضرتك بتستعمل الحقنه او بتستعمل القلم والصبح كده جيت بتبص عليها، هتلاقي ان في عندي تباشير معموله في الارضيه، مترسبه في ارضيه الانبوبه او في ارضيه القلم، وعندي ميه رايقه فوق. المفروض الانسولين ده انسولين عكر، وعشان ناخد الجرعه بتاعتي المظبوطه لازم يكون عكر. فاحنا هنرج رج خفيف، وكلمه رج دي مش صح، خلينا نقول هنقلبه تقليب خفيف، عشان لو رجناه جامد هنكسر الانسولين اللي موجود اللي هو الان بي اتش اللي هو الكريستالات. ولو ما رجناش خالص هنسحب كميه الانسولين بتاعتنا، تبقى تقريبا معظمها هيكون من الانسولين المائي فقط، وده مش صح. انا محتاج ان يكون الجرعه بتاعتي مظبوطه زي ما حسبناها مع بعض، هتبقى جرعه ثابته 30% منها انسولين مائي، 70% منها انسولين متوسط. فلو حضرتك سحبت ميه بس يبقى حضرتك بتتكلم في انسولين مائي فقط، هينتهي في جسمك بعد 5 ل 6 ساعات، ومش هيبقى مغطي معايا ولا مكمل معايا بقيه ال 12 ساعه اللي احنا اتفقنا عليهم انسولين من النوع الثاني اللي هو ال NBH. يبقى انا فقدت جزء، وبالتالي السكر هيترفع معايا. طيب ولو انا كسرت الكريستالات يبقى برضه بسحب من الانسولين المائي، هلاحظ ان بعد انتهاء الانسولين السريع من جسمي والانسولين المائي سوري يبقى هترجع السكر بتاعي يترفع. يبقى هنقلب تقليب خفيف ليس رجا، ومش هقلب. يبقى ده الجزء الاول. وبعد كده اعمل تحليل السكر بتاعي، وعايز اكد تاني مفيش حد يحقن انسولين في نفسه او لحد يعرفه او حد جنب منه او زميله يقول له احقن انسولين بدون حاجه اسمها تحليل. ده ممنوع، ده حرام، ده فيها 6 شهور سجن. انت حضرتك ما تعرفش سكره كام، وبالتالي ما ينفعش ان حضرتك تحقن له انسولين من غير ما تعرف السكر كام. وقلنا في النقطه دي المره اللي فاتت، ليه الانسولين، ليه التحليل مهم قبل الاكل؟ لان ده هيتبنى عليه قرار، وعندي مفترق طرق وهتحرك فيه. لو السكر عالي هعمل ايه؟ لو السكر منخفض هعمل ايه؟ لو السكر مظبوط هعمل ايه؟ لو السكر بتاعي عالي انا هحتاج ان انا اصحح السكر العالي بتاعي، والانسولين الميكس تارد او الانسولين الخليط او الانسولين ميكس، اي انواع من انواع الانسولين الميكس مش بنصحح بيها، وبالتالي هحتاج انسولين تاني. ده اللي انا قلت سيبه عشان لما نيجي نتكلم معاه في الغداء هنتكلم على الانسولين السريع في وجبه الغداء مع التصحيح كمان هنتكلم عليه هنا. وبالتالي انا محتاج ان انا ادخل انسولين تاني. الانسولين التاني ده ادخله امتى؟ مع التصحيح مع وجبه الغداء بتاعتي. طيب يبقى لما نيجي نصحح، لما يكون السكر عالي قبل الفطار او قبل الغداء او قبل العشاء، هصحح بانسولين سريع زي النوفو رابيد او الابيدرو او الهيمالوج. طيب لقيت السكر تعالى صحح، واحط جرعه التصحيح بتاعتي مع الميكس ستارت، واخدهم الاثنين ده في مكان وده في مكان. طب حضرتك انا لقيت السكر بتاعي مظبوط، يبقى حضرتك هتعمل التالي، هتاخد الجرعه المعتاده بالوجبه المعتاده او المتفق عليها. ما ينفعش ازود الوجبه بتاعتي كما ونوعا من الكارب، ومش هينفع ازود كميه الانسولين او اقللها لو انا حبيت اكل زياده، لكن ممكن اكل زياده من البروتين والدهون، وبرده زين ليميتس، في حدود معينه. طيب لو السكر بتاعي منخفض، حضرتك مش هتاخد الانسولين بتاعك دلوقتي ولا هتاكل الوجبه بتاعتك دلوقتي، هنستنى شويه، هنعمل حاجه اسمها ارفع، هنرفع الجلوكوز بتاعي اللي كان منخفض، هرفعه شويه عن طريق ان انا هاخد كارب سريع. كميه الكارب بتاعتي بتعتمد على نسبه السكر بتاعتي، بتعتمد على حاجات كتير، بس خلينا نتكلم رفلي كده او بشكل سطحي سريع، ان حضرتك هتاخد 15 جرام كارب، وال 15 جرام كارب محسوبين، ونقول في الاخر بنحسبهم ازاي. 15 جرام كارب، وبعد ربع ساعه بقيس السكر بتاعي تاني.
انا بتكلم عن انخفاضات المتوسطه او انخفاضات العاديه، وبعد ربع ساعه بقيت السكر بتاعي المفروض ان هو بيوصل بتاعي السكر معايا بيترفع، وصلت ل 80 90% 80 90 وصلت ل 100 بقيت كويس، اخد الجرعه المعتاده واخد الوجبه المعتاده واقيس بعد ساعتين تاني عشان اشوف الاخبار ماشيه ازاي. طيب لو لقيت السكر بتاعي احنا اتفقنا كده عالي منخفض مظبوط، يبقى دي الحالات بتاعتي الثلاثه لو انا بتكلم على السكر في قبل الاكل، وابقى عارف ان ال 30% هتغطي لي الوجبه بتاعتي وال 70% مكمله معايا شويه. طب اعمل تحليل امتى تاني بعد الوجبه وليه؟ هعمل تحليل بعد ساعتين، لان بعد ساعتين ده هيبدا البيك بتاع الانسولين المائي اللي موجود معايا، هو بيبدا من ساعتين لاربع ساعات، فانا هبقى خايف على حضرتك لان لو سكرك بعد الاكل بساعتين كان مظبوط انت لسه في جسمك انسولين، واحنا كنا حطينا من ضمن القواعد بتاعتنا لو انتوا فاكرين المره اللي فاتت القاعده بتقول ان الكفتين بتوع الميزان لازم يكونوا مظبوطين، لو في جسمي انسولين لازم اخد جلوكوز ولو في جلوكوز لازم اخد انسولين. المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا لو في جسمي جلوكوز دي واضحه انا اكلت فانا لازم اخد عليها انسولين، امال ايه بقى قصه لو في جسمي انسولين لازم اخد عليه جلوكوز؟ واضحه معانا هنا، انا دلوقتي خدت الانسولين والانسولين بتاعي اللي موجود معايا بيقول لي الانسولين اللي موجود دلوقتي بعد 5 ل 8 ساعات هيبقى وقت البيك بتاع ال ان بي اتش، ومن ساعتين لاربع ساعات هيكون البيك بتاع الاكترامت او المائي. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا في حاله زي ديت ان لازم اغطي بجلوكوز عشان اخلي الكفتين متعادلتين تانيين. لو في سؤال يا جماعه ولا حاجه خلينا ناخده، او خلينا يعني مش عايز ان احنا نقع من بعض، يعني لما نتكلم او لو الكلام بسرعه حد يقول لي الكلام بيتكلم بسرعه كده المعلومات زياده نستنى شويه، طب في حته دي مش واضحه يا ريت، يعني لو الامور تمام حد يقول تمام هكمل لغايه ما حد يعلق. فانا دلوقتي الكفتين بتوعي لازم يكونوا مظبوطين، جلوكوز هد عليه انسولين، انسولين هد عليه جلوكوز، لازم الكفتين يكونوا مظبوطين بشكل او باخر. طيب يبقى انا دلوقتي خدت الجرعه بتاعتي الصباحيه او مع الفطار واللي اتفقنا انها كل 12 ساعه، اكلت ايه؟ الوجبه المعتاده بناء على التحليل بتاعي، الوجبه المعتاده على الجرعه المعتاده، الكلام ده لو في حاله ان سكري مظبوط، ومظبوط دي معناها حوالين ال 100، طب لو السكر بتاعي منخفض هنعمل رفع، لو السكر بتاعي مرتفع هنعمل تصحيح، والتصحيح بانسولين سريع. محتاجين تبسيط في شروح الفروق بين انواع الانسولين لان بحسه موضوع معقد شويه. طيب هنتكلم، خلينا نتكلم النهارده على نوعين الانسولين الموجودين معانا، انا عندي انسولين مائي وانسولين مائي لان ده بيبقى عامل زي الميه خالص، احنا بنسميه ريجولر او مائي او 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 ايا كان، ده اللي اسمه اكترابيد اللي موجود في السوق، ده موجود بنسبه 30% من الانسولين الخليط اللي اسمه الميكستارد. والانسولين معايا طيب، وال 70% التانيين من بقيه الجرعه اللي انا باخدها، يعني لو انا خدت جرعه 10 وحدات ثلاث وحدات منهم الثلاث وحدات الاولانيين منهم ده انسولين اكترابيد، والسبع وحدات التانيين هيبقوا ال ان بي اتش، والاكترابيد او الثلاث وحدات الاولانيين هيشتغلوا بالطريقه التاليه، يبدا عملهم بعد نص ساعه والبيك بتاعهم بعد من ساعتين لاربع ساعات، وبينتهي من جسمي بعد من خمسه لست ساعات، ده بالنسبه للاكترابيد. طب خليك معايا ثواني صعد الله وانا اجيب لحضرتك صوره معايا، معلش هجيبها لحضرتك وهنزلها لك ان شاء الله، هحاول تبقى جاهزه معايا المره اللي فاتت. هو الفكره بس والله ان الجدول كان مقفول جامد قوي وما كانش في وقت، وخفت ان انا الغي النهارده بس عشان انا عارف ان حضرتك مستني او ان في حد مستنيه. نرجع بس نكمل كلامنا تاني، ولو الجزء اللي مش واضح حضرتك ناكد عليه مره واثنين وثلاثه. احنا بنتكلم على دلوقتي على الميكستارد كمثال للانسولين الخليط، وقلنا ان احنا حاطين فيه نوعين منفصلين عن بعض وحطيناهم بنسبه ثابته اللي هي 30 70، وفي عندي نسب ثانيه مختلفه عن كده، وفي عندي انواع ثانيه من الانسولين الخليط بيكون فيها الانسولين السريع هو بديل الاكترابيد او الانسولين المائي اللي موجود معايا. الانسولين المائي اللي هنا بيبقى نسبته 30%، يعني كل 10 وحدات فيهم 3 وحدات انسولين مائي، وال 70% من ال ان بي اتش يعني كل 10 وحدات منهم 7 وحدات انسولين ان بي اتش او متوسط المفعول. احنا لما بنيجي نتكلم احنا اتفقنا ان هو ميكس، يبقى لازم اخد منه، لازم اعمل له تقليب خفيف وليس رجع عشان ما اكسرش الانسولين، ولما باجي احقن الانسولين بتاعي لازم الخطوه الاولى اللي انا اعملها اللي هي ان انا احلل، وقلنا التحليل اهميته ايه وده مهم جدا بالنسبه لي، ان مفيش حد يحقن انسولين بدون ما يبقى عارف سكره كام ويحقن ازاي. طيب ايه كمان هنتكلم عليه النهارده؟ احنا بنتكلم لو هنتكلم في الجزئيه بتاعه الحقن بتاعنا، احنا متفقين من البدايه ان اي نوع انسولين بيبقى محتاج ان انا اعمل
الروته بتاعتي او التغيير في كل مره وبحقن عمودي. ولو انا بستعمل سرنجات يا ريت السرنجات اللي هي بيبقى فيها لونها برتقاني وعليها الكفر بتاعها مش الانسون مش السرنجات العاديه بتاعتنا. ف اسف يا جماعه. فاحنا هنكمل كلامنا. طيب الجرعه بتاعتي او التحليل التاني بتاعي يبقى امتى؟ انا ببقى خايف عليك امتى؟ خايف عليك في التوقيت بتاع من ساعتين لاربع ساعات، لان ده بدايه الشغل بتاع الانسولين السريع البيك بتاع الانسولين المائي. وفي نفس الوقت حاضر يا استاذ ضل، جميل ماشي انا معاك. انا ما بستعملوش للنوع الاول، احنا بنستعمله للنوع الثاني اللي حصل له فيلير سكندري فيلير، او البنكرياس بتاعه ما عادش قادر يطلع انسولين ودلوقتي بقى معتمد على الانسولين. النوع الاول بيبقى عنده مشكله ثانيه ولازم اديله بيزل بولس، لازم ادي لانتوس مثلا او ليفينير مع انسولين سريع زي نوفو رابيد او ابيدرو. لكن مش هينفع ان انا ادي الانسولين ده مع واحد طفل صغير او حتى شاب كبير معتمد على الانسولين من البدايه او تشخيصه كان سكري نوع اول. ولو حضرتك فاكر احنا اتفقنا ان السكري النوع الاول مختلف تماما عن السكري النوع الثاني اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم في الاول في اول محاضره، اللي هي التشخيص والتعريف بانواع الانسولينات بانواع السكري اللي معانا. يعني الخليط ممكن للنوع الثاني؟ لا هنتفق، انا بس مش بتكلم ان هو معناه ان هو يتاخد للنوع الثاني، لا التحذير يا جماعه كان للنوعين، نوع اول او نوع ثاني، ده مش الاختيار الافضل. بالنسبه للنوع الاول ده ممنوع، مش هينفعش معاك خالص الا اذا كان مفيش بديل له ثاني، يعني مفيش بديل. اما بالنسبه للنوع للشخص النوع الثاني وحصل له سكندري فيلير او البنكرياس بتاعه مش بيقدر يطلع انسولين ودلوقتي بقى معتمد على الانسولين، ممكن اديه لحضرتك بس لازم تسمع كلامه. وبعرف حضرتك من دلوقتي برضه ان هو مش الاختيار الاول ولا الاختيار الافضل، فحضرتك لازم تمشي حسب القواعد. مش هينفع ان حضرتك تقول لي ده انا باخده وهيظبط لي سكري، لا. يعني لو انا محتاج اعمل عمليه مثلا في عينيا وحضرتك جاي نوع تاني وجاي تقول لي انا هاخد ده، هقول لحضرتك لا، انت حضرتك عايز تعمل عمليه وعايز ان بعد العمليه يبقى السكر مظبوط، اقول لك لا ده مش الاختيار الافضل لظبط السكر حتى لا نوع اول ولا نوع تاني. بس بالنسبه للنوع الاول ممنوع، يعني ممنوع. بالنسبه للنوع التاني خلاص هنتكلم في القواعد بتاعته، نحاول نظبط القواعد بتاعته، نحاول نقول لحضرتك امشي حسب القواعد. واضح كده يا استاذ عبد الله؟ هستاذنكم ثواني وارد على حضرتك واكمل معاكم تاني. سلام عليكم، معلش اسف على التاخير. كده واضح يا استاذ عبد الله ان انا بتكلم ان ده مش الاختيار الاول ولا الاختيار الافضل لاي حد معتمد على انسولين، لكن انا بتكلم عن النوع الاول. ماشي كده جميل، نكمل كلامنا. يبقى حضرتك دلوقتي هنقول تاني، نكمل الكلام تاني ولا حضرتك عايز في نقطه دي حضرتك كنت سالت فيها؟ حضرتك كنت سالت على كده. تسلم كده جميل، نكمل بقى كلامنا. فانا بقول لحضرتك ان بعد ساعتين بالظبط من الوجبه بتاعتي وساعتين ونص من الحقن بتاعي كده انا دخلت في البيك بتاعه الانسولين السريع، الانسولين المائي وليس السريع، وفي نفس الوقت دخلت كمان في بدايه عمل الانسولين المتوسط المفعول. يعني بقى عندي من ثلاثه من ساعتين لاربعه بقى عندي ال 30% بتوعي شغالين بالبيك وال 70% بتوعي بداوا يشتغلوا شغل قوي. طب حضرتك هستاذن حضرتك ادوني كده ثواني وانا هحاول اجيب الانسولين عشان تبقى واضحه قدام مننا. بالمناسبه بس عشان ما حدش يخلط ما بين انواع الحقن اللي هي بتتحقن عن طريق تحت الجلد ويقول ان ده انواع انسولين زي اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت، لا ده مش انواع انسولين ومش هنتكلم عنها، لكن ده مش انسولين خالص. اللي بتتحقن تحت الجلد لكن ده مش انواع انسولين. هي بس طريقه الحقن بتاعتها عشان تحت الجلد فالناس بتخلط بينها وبين الانسولين. الانسولين اسمه انسولين، مش هينفع ان انا اتكلم عليه واقول ده ايه كذا او كذا. في صوره كده هتوضح بس طريقه عمل انواع الانسولين، اتمنى انها تبقى واضحه كده كده صغيره. اوكي بس خلينا نبص كده عليها. هو اول واحد الصوره واضحه يا استاذ عبد الله؟ على فكره انا منزلها من الجروب بتاع بلو سيركل ومن موقع الباشمهندس احمد عفيفي. اول نوع ده اللي هو الانسولين المائي بيبدا شغله بعد نص ساعه تقريبا، و بيبدا هنا شغله بعد نص ساعه والبيك بتاعه من ساعتين لاربع ساعات وبينتهي من الجسم عند من خمسه لست ساعات. الثاني اللي تحت منه ده الانسولين السريع. حملت فيها صيدله. الثاني ده الانسولين السريع ده بيشتغل بعد من 10 دقائق ل 20 دقيقه، يعني تقريبا ربع ساعه، وبيستمر البيك بتاعه من 60 ل 90 دقيقه.
جميل، من 60 ل 90 دقيقة، وبينتهي من ساعتين لأربع ساعات، يعني مش بعض الناس بينتهي عن ساعتين، في ناس بينتهي ثلاثة، في ناس بينتهي أربعة. التاني اللي هو التالت بقى، مش التاني ده اللي هو الانسولتارد أو الـ NBH، ده الأنسولين اللي هو بيستمر في الجسم. احنا قلنا تقريبا 12 ساعة، واللي بعد ال 12 ساعة اللي هو الجزء ده ما بيبقاش افكتيف قوي، البيك بتاعه بداية العمل بتاعه بعد من ساعتين، والبيك بتاعه من 5 إلى 8 ساعات. طيب حضرتك بقى لما تيجي تختار وتحط الاثنين ده الاول والثالث على بعض، هيعمل لي حاجه اسمها انسولين خليط اللي هو الميكس دارت. لو حطيت الثاني والثالث يعمل لي انسولين خليط ثاني اسمه نوفو ميكس، زي اللي موجود تحت قدام مننا خالص ده. النوفو ميكس موجود اهوت، ادي المنحنى بتاع الانسولين السريع اللي موجود معاه، وادي المنحنى بتاع الانسولين المتوسط المفعول اللي هو الان بي اتش. لكن احنا بنتكلم عن الميكس دارت اللي هو الاول والثالث. هنا فعلا واضحه شويه. اول واحد ده اللي هو الانسولين السريع، الثاني المائي اللي هو الريجل اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الثالث ده الان بي اتش اللي هو المتوسط المفعول اللي بيستمر لغايه 12 ساعه تقريبا، والبيك بتاعه من 5 ل 8. الباقيين احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، الانسولين القاعي والحاجات زي كده. فانا بقى عملت دمج ما بين الاول والثالث، او ده الاول والثالث وحطيتهم الاثنين مع بعض، او زي ده كده ما كان موضح الاول والثالث، وقلنا ان الاول بيبدا عمله بعد نص ساعه وينتهي بعد 5 6 ساعات، والبيك من ساعتين لاربعه، وده الان بي اتش بيبدا بعد ساعتين. طب انا قلت هنا كلمتين مرتين ساعتين، يعني البيك بتاعه هنا ساعتين وهنا بدايه العمل ساعتين، يعني ببقى خايف جدا 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 من ساعتين لاربع ساعات بقى في عندي بيك، وبقى في عندي بدايه عمل الانسولين التاني. في التوقيت ده لو حضرتك ما حللتش وعايز تظبط سكرك كويس، هتحصل مشكله كبيره قوي. ليه؟ تعالى نحسب. حضرتك دلوقتي بعد الاكل بساعتين ما حللتش، طيب ايه المشكله اللي هنا؟ لو سكرك مظبوط هيحصل لك انخفاض جامد، لان من 2 ل 4 ساعات في بيك بتاع ثلث الجرعه وبدايه عمل الثلثين التانيين. طب لو سكري عالي، وده اللي بيكون غالبا حاصل مع معظمنا او معظم اهالينا، هتقدر تعدي المرحله ديت بدون خطوره، بس بدون خطوره حاليه، لكن في المقابل على المدى البعيد سكرك عالي مرتفع فترات طويله، وبالتالي هتحصل مشكله. طيب ولو انا سكري بقى منخفض، ايه رايكم؟ هتحصل مشكله كبيره قوي، ده انا ممكن اخش في هايبوجلايسيميا، في نوبه هبوط جامده صعب ان انا اتعامل معاها، على عكس ان انا لو قست ولو لقيت سكري منخفض هرفع جزء، وبعد كده هاخد كارب ارفع بيه، وبعد كده هاخد كارب يغطي لي كميه الانسولين اللي موجوده في التوقيت ده. صح كده؟ فاكرين المره اللي فاتت لما احنا قلنا الانسولين السريع اللي بيقعد في جسمي لو انا نوع اول ومعتمد على انسولين سريع مع انسولين قاعدي، فاكرين قلنا بنحلل بعد ساعتين ليه؟ حد كده يراجع معايا؟ مين تاني معانا غير استاذ عبد الله؟ فاكر استاذ عبد الله كنت بقول بعد ساعتين لازم اعمل من الانسولين السريع لازم اعمل تحليل ليه؟ لان برضه عندي مفترق طرق، ولازم اخد وقت، لازم اخد قرار بناء على التحليل بتاعي. لو السكر مرتفع هعمل كذا، لو السكر مظبوط هعمل كذا، ولو السكر منخفض هعمل كذا. نراجعهم تاني وهنطبق نفس الكلام علينا هنا. لو انا عندي سكر سريع، لو عندي سكر مظبوط يبقى انا هكمل، بس في جسمي انسولين يبقى انا محتاج اديله جلوكوز. والتوقيت ده هحسب كميه الجلوكوز بتاعتي، بنحسبها بوحده كارب او 15 جرام كارب او كربوهيدرات، وهشوف لو المره الجايه حصل لي هبوط يبقى انا هزود، ولو حصل لي ارتفاع بعد ساعتين تانيين يبقى انا هقلل. طب لو السكر بتاعي عالي، السكر بتاعي عالي ولا هزود ولا هنقص، بس بعد ساعه كمان هعمل تحليل سكر تاني عشان اشوف سكري اخباره ايه. ولو سكري منخفض هاخد سناك او في كميه كارب معينه ارفع بيها السكر بتاعي الاول، يعني هعمل رفع. لو سكري 60 وانا عايز اوصل ل 100 يبقى ارفع من 60 ل 100، وبعد كده اخد كارب تاني يكمل معايا كميه الجلوكوز كميه الانسولين اللي موجوده في جسمي. كميه الانسولين دي منين؟ من حاجتين، من المائي من ساعتين لاربعه البيك بتاعه شغال ومستمر معايا 5 6 ساعات، والان بي اتش بدايه الذروه بتاعته من 5 8 ساعات، بس هو بدا يشتغل، لسه ما وصلتش للبيك بس بدا يشتغل معايا هنا عند الساعتين. فانا ظبطت سكري واكلت، هبدا اعمل بقى اكل تاني، يعني لازم سناك بعد ساعتين، ودي بقى مشكله بتقابلنا. لو الطفل في المدرسه، عشان كده بقول ممنوع للنوع الاول، لو الطفل في المدرسه، طب لو شاب وبيشتغل، طب لو راجل كبير ومعهوش حد بيهتم بيه، عشان كده بنقول الانسولين ده مش هو الاختيار الصريح الصحيح ولا الاختيار الافضل لضبط السكر بتاعي. كده واضحه؟
يبقى لازم بعد ساعتين تحليل ولازم اخد سناك لو سكري مظبوط او سكري منخفض، والسناك هتعتمد على التحليل بتاعي، يبقى انا لازم اعمل تحليل. كويس كده؟ طب انتهى الانسولين المائي اللي هو ده بعد 5 ل 6 ساعات، هبدا اخش في البيك الثانيه اللي هي بتاعه 70% او الان بي اتش. في التوقيت ده غالبا لو انا موجود في البيت يبقى ده وقت الغداء بتاعي، يعني لو انا خدت الجرعه بتاعتي صباحا الساعه 7 بعد من 5 ل 8 ساعات يعني على الساعه 12 واحده فانا هتغدى. طب لو انا موجود في الشغل حضرتك لازم تقيس السكر بتاعك ولازم تشوف اذا كنت هحتاج سناك ولا مش هحتاج. لو انا قيست السكر بتاعي ولقيته مظبوط في التوقيت ده لازم اخد سناك، لازم اخد وجبه لان ده وقت البيك بتاعه. طب لو لقيت السكر عالي خلاص هقيس كمان ساعه او ساعتين عشان اطمن، ولو السكر منخفض بقت طوارئ انا محتاج دلوقتي اكل سناك فيها كارب يعمل لي رفع وبعد كده كارب يكمل معايا الخمسه لثمان ساعات اللي هو وقت البيك بتاع الان بي اتش. هو في ملحوظه بس كمان كده ان البيك بتاع الاكت رابت او المائي اعلى من البيك بتاع الان بي اتش. كويس، عشان كده هم احيانا بيعتمدوا عليه ان هو ممكن يبقى البديل للانسولين القاعد، يقول له غلط ده مش صح. طب ده النهار او الجرعه بتاعت الصبح، وجينا وقت الغداء، احنا اتفقنا ان وقت الغداء هيبقى له كلام ثاني واحد. اللي انا بعمله مع اي حد بيجي لي انا بقول له هنتفق، انت حضرتك وقت الغداء هتعمل لي تحليل قبل الاكل وبعد الاكل لمده 3 ايام، وهنثبت كميه الكرب او هنشيل كميه الكرب خالص اللي موجوده في وجبه الغداء. ليه؟ عشان اشوف حضرتك هتحتاج انسولين ولا مش هتحتاج انسولين. في بعض الناس بيمشي له كرب وما بياكلش اي كرب خالص في وجبه الغداء بتاعته، وبيعدي كميه البروتين والدهون اللي بياخدهم في وجبه الغداء بيشتغلوا مع كميه الانسولين اللي موجودين. واحيانا البنك اسمه الكبد كمان بيطلع لي شويه جلوكوز لان انا ما اكلتش في الفتره الطويله دي، فكميه الجلوكوز اللي خارجه من الكبد على كميه الجلوكوز اللي خارجه او اللي انا قدرت احولها من البروتين والدهون في التوقيت ده، فانا مش هحتاج خالص ان انا اعمل اخد جرعه في التوقيت ده. هيبان منين او هعرف منين؟ من التحاليل بتاعت حضرتك. يبقى حضرتك هتعمل لي تحاليل قبل كل وجبه غدا وبعد كل وجبه غدا لمده 3 ايام، ويكون الغدا بتاع حضرتك ما فيهوش خالص اي كارب. لقينا تحليل السكر بتاع حضرتك قبل الغداء كويس، تحليل السكر بتاع حضرتك بعد الغداء كويس بساعتين طبعا، فانا ما عنديش مشكله، يبقى مش هدي لحضرتك اي انسولين خالص في الفتره دي. طب ولو لقيت ان قبل الغداء السكر عالي يبقى لازم هدي انسولين. طب ولو لقيت بعد الغداء السكر عالي وقبل الغداء السكر مش عالي هدي انسولين. بس الفكره ان قبل الغداء عالي وبعد الغداء اعلى يبقى انا هاخد كميه انسولين اعلى، لان محتاج ان انا اصحح ومحتاج ان انا اظبط الناحيه الثانيه كمان. والعكس بالعكس، لو انا ما لقيتش السكر عالي خالص في التوقيت ده يبقى مش هاخد، ولو لقيته عالي بس بعد الاكل يبقى انا هاخد كميه انسولين اقل بكتير من اللي انا هاخده قبل وبعد. يبقى التحليل بتاعي قبل الغداء مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا جدا جدا، لان انا بنيت عليه قرار. ثانيا، انا بعد كده حضرتك عايز تاخد كارب في وجبه الغداء، هبدا اقول لحضرتك لو هتاخد كارب هناخد عليها انسولين سريع. يعني لو لقيت الناس معظمهم بقى لازم ياخد كارب في وجبه الغداء يبقى في التوقيت ده، ثواني خليكم معايا عشان يبقى كده وجبه الغداء بتاعتي لازم التحليل قبلها ولازم التحليل بعدها بساعتين، لاني هبني عليها قرار. طيب الامور دي عدت كده وبقت كويسه قوي في الفطار والغداء وطول اليوم وما عنديش مشكله واموري زي الفل، تعالى بقى للعشاء. حضرتك هتعمل ايه في العشاء يا فندم؟ حضرتك هتاخد جرعه ثابته، فاحنا بنقلل الجرعه بتاعتنا ونقول لحضرتك قلل في الاكل بتاعك. طيب ما انا برضه عندي برضه نفس الوضع، عندي في الجرعه بتاعتي بيت بعد ساعتين لاربع ساعات، يعني حضرتك ما تنامش ما تتعشاش وتنام، انت لازم بعد العشاء بساعتين حضرتك تحلل، وحضرتك تخلي العشاء بتاعك بدري عشان بعد اربع ساعات لخمس ساعات حضرتك محتاج تحلل تاني. هو كل شويه تحاليل؟ ايوه يا جماعه، ما انا محتاج التحاليل دي لان بناء عليها هبني قرار. الحل بقى الظريف ان حضرتك ما تحللش في المقابل تعمل ايه؟ خلي سكرات 300 و400 ما تحللش. والسكر يبقى 300 و400، كل ما تقابله بيك ينزل شويه. وكل ما ينخفض شويه حضرتك ترفعه تاني باكل تاني. ودخلت بقى في الدايلما بتاعه قصه ان انا عندي سكر مرتفع فترات طويله وليه مظبوط فترات معينه. طب ده اللي دي مشكله؟ اه طبعا مشكله، احنا التراكمي بتاعنا كده هيعلى في الاخر، ودخلت في زجزاج كل شويه السكر بتاعي عالي كل شويه السكر بتاعي منخفض، ودي مشكله كبيره. لان نهايه التراكمي بتاعي لما هيرتفع ويوصل للمنظر بتاع فوق السته هتبدا تقابلني مشكله ان السكر مرتفع. طب الحل حضرتك هتعمل ايه؟ هتيجي تصلحه. وتصلحه ازاي؟ انت مع حضرتك او هتيجي تعمل تصحيح، حضرتك هتعمل تصحيح ازاي؟ اذا كنت انت حضرتك مايل وبعد فتره برضه على فكره الصوره دي نازله من عند بلو سيركل ومن صفحه انا سكري،
نسبة التراكمي بتاعتي بتبدأ المضاعفات من عند 6 ضعيفة قوي يعني تقريبا لا تذكر، بس بتبقى موجودة وخفيفة. عند 7 بدأت تظهر، عند 8 بقت قوية لدرجة إن أنا بحسها وبقيت عارف كويس أوي أنا عندي يو إيه. عند 9 لو حضرتك لاحظت كده أول واحد ده بتاع العين، مشاكل العين، نزيف الشبكية، اللي بعد منه مشاكل الكلى، اللي بعد منه وتر الأعصاب، وآخر حاجة الجزء بتاع وجود بروتين في الدم. يبقى انا عندي 4 مضاعفات بتحصل، ودي اخطر 4 مضاعفات موجوده معايا. بتبدا عند 6 ضعيفه بس لو وصلت للـ7 بدات تظهر معايا بقوه، بلاش بقوه، بدات تظهر معايا. عند 8 بدات تظهر بقوه، عند 9 و10 بقت واضحه قوي قوي قوي. 11 و12 ده ما بتكلمش فيه، ما ندمش التارجت بتاعي ولا بتكلم فيه، انا بتكلم من 7 لـ6، والافضل يكون تحت الـ6 عشان ما بقاش عندي مضاعفات خالص. ما قدرتش يبقى ده التارجت بتاعي حتى لو ما وصلتلوش، بس ابقى انا عامل حسابي ان انا التراكمي بتاعي يبقى اقل من 6 هنا، ومن 7 لـ6 ده الليفل بتاعنا اللي بنتكلم فيه. وصلت بقى من 7 لـ8 ومن 8 لـ9 انت حضرتك بتبدا تظهر مضاعفات معاك. نزل الصوره دي على صفحتك جروب عشان نحاول نقنع الناس اللي بتقول 7 كويس. حاضر، بس 7 مش كويس والناس كلها عارفه كده. حتى التوصيات بتاعه ال اي دي اي الامريكيه، الجمعيه الامريكيه للامراض السكر، بتقول خلي الاطفال 7 وفوق ال7 كمان 7 ونص، يعني هنا كده تقريبا. ومش واخدين بالهم ان احنا عندنا مشكله اسمها المضاعفات ممكن تظهر قوي لو انا استمريت عند ال7 ونص دي. وبيقولوا ان مش هتظهر مضاعفات، لا، انتوا الصوره دي طالعه من جمعيات علميه محترمه ومن اماكن موثوق فيها علميا. طيب يبقى نرجع تاني، خلينا في الكلام بتاعنا. احنا عايزين السكر بتاعنا يبقى تحت الـ6، ده الهدف بتاعنا. زادت الضعف فعلا، وهتلاقي عند الـ8 زادت اكتر، وعند الـ9 زادت اكتر واكتر. فخلينا نتكلم ان الهدف او التارجت بتاعنا هنا تحت الـ6، بره الكيرف ده خالص. لكن لو بقيت من 6 ل 7 ده مش تارجتي ولا هدفي، لكن لو وصلت له بيبقى مقبول. خلاص يبقى احنا بنسعى لهنا. لكن لو ما قدرتش خلاص مفيش مشكله، مفيش حاجه اسمها مفيش مشكله. انا قصدي ان احنا ده الهدف بقى اللي جاي. انا وصلت هنا 6 ونص، يبقى اوصل بقى تحت الـ6 المره الجايه ان شاء الله. حتى لو ما وصلتش يبقى ده التارجت بتاعي. طبعا احسن من 7 لـ8 بكتير بكتير بكتير. طيب احنا ليه بقول ارجع تاني النقطه دي، ليه بقول لحضرتك هتوصل للليفل ده مع المكسترد لو حضرتك ما حللتش كتير؟ لان حضرتك مع المكسترد عايز تحلل اقل، وانا قلت لك الحل الوحيد عشان اخلي حضرتك تحلل اقل هنا ان حضرتك عند وقت البيك ده يبقى سكرك عالي، عند وقت البيك ده سكرك عالي، عشان لما البيك يحصل حضرتك ما تخش في نوبات هبوط. واحنا دايما بنترعب من كلمه نوبات هبوط. يعني ايه؟ يعني الهايبر جلايسيميا يا جماعه احسن من الهايبو جلايسيميا. طب ما هو الاحسن الاو جلايسيميا، يعني الاحسن يكون سكري مظبوط. طب ما هو انا سكري لما باجي اظبطه بيحصل هبوط. ما هو حضرتك مش ماشي صح، حضرتك ما بتحللش كتير، ونوبات الهبوط بتحصل كتير في الفترات بتاعه البيكس بتاعه الانسولينز اللي مع حضرتك. حضرتك مش عارف المكستارد بيشتغل ازاي. المكستارد له 2 بيكس في كل جرعه، ال 2 بيكس دول موجودين مع الاكت رابيد، والثانيه موجوده مع الان بي اتش. يعني في فترات ذروه او وقت ذروه مع كل جرعه في وقتين، والوقتين مش قليلين، منهم وقت اللي هو الاول من 2 لـ4 ساعات بيبدا الاكت رابيد يشتغل باقصى قوه، وفي نفس التوقيت بيبدا الان بي اتش اللي هو الثلثين الجرعه او 70% بيشتغل اقوى. يعني حضرتك بتعمل حاجه نوعين الانسولين بتاعك شغالين، وفي واحد شغال باقصى قوه، فحضرتك لازم تاخد بالك هنا. طب حضرتك ما حللتش، ما هو خلاص يا يعني تخش في نوبه هبوط، يا اما تسيب سكرك عالي عشان ما تخشش في نوبه هبوط. المشكله اللي بتقابلني ان الجرعه الاولى بتاعتي بتبقى الصبح، يعني انا في الفتره ديت ببقى صاحي فخلاص ما عنديش مشكله. طب الجرعه الثانيه هتبقى بالليل، الجرعه الثانيه اللي بالليل دي مشكله. انا حضرتك بتتعشى وبتنام وده مش صح. حضرتك بعد ساعتين في عندي بيك بتاعه الاكت رابل. لو حضرتك ما حللتش ونمت وسكرك مظبوط وما خدتش سناك في التوقيت ده هيحصل لك نوبه هبوط. طب ولو سكرك عالي لازم تستنى ساعه وتحلل. طب ولو سكرك منخفض بعد ساعتين اللي هو هنا اللي هو هنا، فدي مشكله كبيره. حضرتك لو ما حللتش ونمت من غير تحليل دي كارثه، يبقى حضرتك لازم تحلل. ده انا عايز اصحيك من 5 لـ8 ساعات اقول لحضرتك حلل. لو ما حللتش في التوقيت ده حل من الاثنين، يعني يحصل نوبه هبوط يا حضرتك لازم يكون سكرك عالي،
الحل الامثل ان حضرتك تصحى وتحلل وتشوف السكر مظبوط كل يوم في التوقيت ده من 5 ل 8 ساعات وما عنديش مشكله، يبقى حضرتك ما عندناش مشكله. لكن لو السكر بينخفض معايا يبقى لازم حضرتك تاخد سناك او تاخد كارب في التوقيت ده وهرجع تاني للميزان بتاعنا. انسولين يبقى لازم تديني جلوكوز، في الجسم جلوكوز لازم تديني انسولين، ما لهاش حل تالت. لو كده الامور واضحه يبقى كده كويس قوي. لو في اي استفسار على المكستارت، الانواع الثانيه حاجه اسمها نوفو ميكس زي اللي تحت خالص في الكيرف اللي قدام مننا، النوفو ده بيبقى انسولين سريع زي النوفو رابيد وانسولين ان بي اتش اللي هو متوسط المفعول، وخلطناهم مع بعض. الجرعه بتاعتي بتتحدد باللي مكتوب على القلم بتاعي او على الحقنه بتاعتي، يا 25 75 يا 50 50. المكستارد اللي هو زي الاكت رابيد والان بي اتش بيبقى الاكت رابيد 30% والتاني 70%. هما لما خلطوهم مع بعض كانوا متوقعين ان دي هتجيب نتائج كويسه قوي. انا قللت لحضرتك كميات الشكشكه، ما خلاص مش هدي لحضرتك جرعه كل دي لوحدها، لا ده انا بدي لحضرتك الاثنين مع بعض. هو ده حلو في نص ان انا قللت كميه الشكات بتاعتك، لكن وحش لان انا مثبت لك النسب دي 30% ودي 70%. ثانيا حتى الانسولين اللي هو المفروض ان هو بيزل او هو مديهولي اصل ان هو بيزل، لا ده له وقت بيك، وقت بيك محسوس قوي 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 من 5 ل 8 ساعات. طيب نراجع، يبقى انا كده محتاج كم مره احلل؟ محتاج احلل قبل الاكل وبعد الاكل بساعتين، يبقى مفيش فيها هزار، يبقى قبل كل وجبه وبعد كل وجبه بساعتين. التحاليل دي هتوفر عليا كتير، هتوفر عليا ان انا ممكن اخش في نوبه هبوط في مره من المرات واروح المستشفى والغيبوبه اللي معايا تطول شويه واحتاج اعمل سي تي ومحتاج اعمل ام ار اي وكذا 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 وكذا، او هتوفر عليا كتير ان انا مش هخش في المضاعفات ديت، مش هحتاج ان اروح اعمل نزيف في الشبكيه اعمل له عمليه واثنين وثلاثه، مش هحتاج ان انا اعمل غسيل كلوي، لو ظبطت سكري مش هخش في القصص دي خالص. ماليش دعوه انا بالكلام ده كله، مش هوصل عند 7 و8، يبقى التراكمي بتاعي ما بين السته والسبعه او تحت السته، يبقى انا بعدت عن المشاكل. المشاكل ديت لها مصاريف كتير بتدفع، النيوروباثي اللي موجود معانا، التهاب الاعصاب اللي موجوده. حضرتك تروح لو ظبطت سكرك مش هتحتاج تروح لدكتور مخ واعصاب وتكشف على الاعصاب وتاخد فيتامين بي وتاخد ليريكا وتاخد كذا وكذا اللي تمنها غالي ومصاريفها غاليه، ومش هتحتاج تعمل رسم عصب او تحتاج الكلام ده كله. سيبك من المصاريف دي، انا عايز حضرتك تعيش حياتك طبيعي. بالظبط، انا عايز حضرتك ما يبقاش بعيد الشر ان يكون في باتر الجزء من القدم، ان شاء الله لما نكون هنا تحت السته او ما بين السته والسبعه الكلام ده كله مش هحتاجه، مش هخش في باتر القدم ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يبقى الكلام ده كله بالنسبه لنا مكاسب كبيره جدا جدا. انا عارف ان التكاليف عاليه وعارف ان الشكشكه دي بتساوي كتير معانا، لكن كل شك اشكها دلوقتي وكل تحليل انا هعمله التكلفه بتاعته حضرتك لو بتيجي تحسبها على المدى البعيد، حتى لو كلفت في السنه 1000 جنيه تحاليل يعني في الشهر تقريبا مبلغ بسيط قوي 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 مقارنه بزياره لدكتور مخ واعصاب ومقارنه بروشته مخ واعصاب، او بعيد الشر رب العالمين ربنا يحفظكم جميعا عمليه من عمليات الليزر اللي بتتعمل في الشبكيه. نيجي بقى للنقطه الاهم، حضرتك هتثبت الجرعات بتاعتك ازاي؟ ثبتها لما تعرف انها بتظبط لك سكرك، وهعرف ازاي ان سكري مظبوط قبل الاكل وبعد الاكل. بعمل التحاليل بتاعتي لقيت سكري حوالين ال 100، طالما حوالين ال 100 خلاص ما عنديش مشكله، يبقى اموري كويسه. 80 90 100 110 120 يبقى انا كده زي الفل، يبقى انا كده التراكمي بتاعي هيبقى في الحدود دي تحت السته هنا كده، ولو وصل يبقى في البدايه خالص 6 6 و2 من 10 6 3 من 10. ولو تخطيت الامور في بعض الاوقات او فلتت مني بحاجات بسيطه ووصلت لعند السبعه مش هتخطى السبعه ابدا ان شاء الله، يعني من 80 ل 120 او حتى ل 130 يبقى انا ما وصلتش عند السبعه، يبقى انا اموري كويسه ان شاء الله. طيب ايه تاني؟ كميه الكارب احنا بنقول بنثبتها كما ونوعا، ولازم تتثبت. لو ما ثبتش كميه الكارب بتاعتنا هتبقى في مشكله كبيره. يعني ايه؟ يعني حضرتك كميه الكارب بتاعتي لازم تكون متثبته. لو ما ثبتهاش هحتاج اغير في الجرعات، ولو غيرت في الجرعات هتقابلني مشكله. ايه بقى المشكله اللي هتقابلني؟ ان الجرعات بتاعتي فيها او الانسولين بتاعي متثبت بنسب ثابته، فحضرتك لو اكلت حاجه زياده حضرتك هتحتاج لها كميه انسولين سريع زياده او اللي هو المائي زياده. هتيجي تزود المائي حضرتك بتزود معاه 70% لكل واحده هتزودها، هتزود قصاد منها التلتين، يعني كل تلت هتزودها تزود التلتين. التراكمي بتاعي عند الخمسه ما بين الخمسه والسته، يعني ما بين ال 98 126، عند السته للسبعه ال 126 المتوسط بتاعي هنا،
المدى التقديري من 100 ل 154، دي الارقام اللي موجوده، دي ارقام تقريبيه على فكره مش ارقام صحيحه. طب ثواني وانا اجيب الارقام الصحيحه، دي ارقام تقريبيه، كان في ارقام تانية افضل منها متظبطه اكتر منها، حاول اجيبها دلوقتي. لو في اي سؤال انا معاكم كده، لو في اي سؤال حضرتك تحطه نحاول نعمل فيه كده مناقشه لغايه ما نخلص. تقريبا هي نفس الارقام، اوكي مفيش مشكله، هي تقريبا نفس الارقام اللي احنا بنتكلم حوالين منها، وكلها بتقول ان السكر بتاعنا المفروض ان هو يكون تحت ال 140 دايما، لان هيفرق معانا كتير قوي. المعامل اللي في مصر شغاله على ايه؟ مش عارف. المعامل اللي في مصر شغاله بمزاجها. اه والله شغالين بمزاجهم، مش عارف الامور ماشيه ازاي، ومش عارف. بس في حاجات كتيره جدا حلوه، يعني انا في معامل كتيره جدا شغاله محترمه. وعلى فكره كان في حد من الاساتذه بتوعنا كان بيتكلم على ان الهيموجلوبين اللي احنا بنعمله في مصر بيتعمل بالطريقه اللي هي العالميه واخده ابروفل والطريقه كويسه. الارقام التانيه تقريبا نفس الشغل، احنا بنتكلم دايما احنا عايزين سكرنا تحت ال 140، والافضل اللي هو يكون من 80 ل 120. يعني التراكمي بتاعنا اللي احنا بنتكلم ان يكون التراكمي بتاعنا تقريبا 6.5، او الافضل ان يكون تحت ال 6.5، كمان يكون تحت ال 6 كمان، يعني تحت ال 120. ده التراكمي، ده السكر بالملي جرام، ده السكر بالملي مول. اتمنى كده يكون الامور اتغطت كويس في الانسولين والخليط. لو في اي حاجه انا مع حضرتك، لو في اي سؤال انا معاكم. امور كويسه، نقفل ونتفق ان المره الجايه هنتكلم على على عد الكرب او حساب النشويات، ودي هتبقى دسمه شويه، وان شاء الله هظبطها بالصور وتبقى الصور بتاعتها كويسه ومتظبطه كده. خلاص مفيش اسئله، واتمنى ان يكون ان الدوره النهارده او الكورس بتاعنا النهارده او السيشن ده يكون كويس ويكون مفيد للناس اللي ماشيه على الانسولين المكستر، وهيترفع على اليوتيوب. ولو في حد شافه على اليوتيوب وحط سؤال على اليوتيوب انا هحاول ان انا اخش واجاوب على الاسئله اللي موجوده هناك ان شاء الله باذن الله. شفت على موقع بلو سيركل جبارين الارقام التراكمية لقانون قياس السكر من عينات الدم الكامله او من بلازما الدم بس؟ هو الصح بلازما الدم مش من عينات الدم الكامله، يعني الملي جرام في ال 100 من الدم اللي موجود في البلازما، مش اللي موجود في الدم. هو التحليل اتعمل كده، الصح على البلازما، والمعامل بتاعتنا شغاله في مصر على ايه؟ فيهم على بلازما الدم، مش شغاله على الدم الكامل. المعامل المحترمه المعامل الكويسه شغاله على البلازما، ايوه بالظبط، شغاله على بلازما الدم. حتى في معامل كانت كاتبه ان هم شغالين على الهول بلاد، يعني كاتبه كده بلاد شوجر او بلاد جلوكوز ليفل، وبعد كده لما اتصلت عليهم قال لي والله احنا شغالين على البلازما، فقلت له ان الريبورت بتاع حضرتك مكتوب فيه. ايوه حضرتك اسالهم بالتاكيد، ولو قال لك على الهول بلاد قول له لا انا مش هعمل عند حضرتك، احنا شغالين على البلازما وانا عايز على البلازما. بس غالبا غالبا هم شغالين على البلازما، وحتى لو الريبورت مكتوب فيه ان احنا شغالين على الهول بلاد، على البلاد كامل كده. وضحت؟ تمام. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه طيبين، وان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي. ايوه البلازما ادق فعلا، بالظبط. هو مش موضوع ادق كمان، موضوع ان الارقام دي كلها معمول عليه، يعني احنا لما بنيجي ايه انا عايز الارقام دي عليه هو، لان في فرق ما بينهم الاثنين. انا هنهي بعد اذن حضرتك، هنهي بعد اذنكم. كل سنه وانتم طيبين، ونتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله.